جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة فظيعة في مخيم النصيرات ويواصل عمليات القتل الوحشي في المحافظة الوسطى، ونناشد العالم بإنقاذ مستشفى شهداء الأقصى، ونناشد المواطنين بالتبرع بالدم. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مجزرة مروعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال المدنيين بشكل مباشر في سوق النصيرات المكتظ بالباعة والمتجولين والنازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وصل منهم 55 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما ما زال هناك العديد من الشهداء والمصابين في الشوارع لم يصلوا إلى المستشفى بعد. منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب المجازر بشكل وحشي، ويتعمد إخراج المستشفيات عن الخدمة بهدف خلق أزمة إنسانية عميقة. واليوم نعيش هذه الكارثة بشكل عملي في مستشفى شهداء الأقصى، حيث أن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى الذي يقدم الخدمة الصحية لمليون إنسان ونازح، وفي ظل حالة العجز الرهيب التي يعيشها، حيث فإنه لا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات. فالمستشفى ممتلئ بالكامل منذ أسابيع طويلة ولا يوجد متسع لمزيد من الإصابات. إن مستشفى شهداء الأقصى يعمل حاليا على مولد كهربائي واحد فقط، بعد تعطل واحد من مولدين اثنين كان يعمل عليهما المستشفى منذ 8 أشهر. وإن توقف أحد هذين المولدين ينذر بكارثة حقيقية، فيما لو توقف المولد الثاني والوحيد، وبالتالي قد يخرج المستشفى عن الخدمة الصحية، وخاصة الآن أن المستشفى بحاجة لتدخل عاجل، وهو الآن يستقبل مجزرة بأعداد كبيرة من المصابين والشهداء. نناشد أبناء شعبنا الفلسطيني في المحافظة الوسطى بالتوجه الفوري والعاجل إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك للتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة عشرات الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفى الممتلئ بالحالات. إننا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ مستشفى شهداء الأقصى وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى، حتى نتمكن من تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى. كما نطالب بإمداد المستشفى بالمولدات الكهربائية لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية والطبية للجرحى والمرضى. ندين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وعلى المحافظة الوسطى كافة، ونطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية وقف هذا العدوان الوحشي الذي واصله الاحتلال الإسرائيلي، ونطالبهم بوقف حرب الإبادة الجماعية بشكل فوري وعاجل. وزارة الصحة الفلسطينية، مستشفى شهداء الأقصى، غزة، فلسطين، السبت 8 يونيو 2024 ميلادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.